يا زكريا إنا نبشرك بغلام وحنانا من لدنك
وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما. قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني ولم أك بغيا. قال كذلك قال رب ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. إلى
يا أخت
فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله قال ولم يجعلني جبارا شقيا ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه
وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا